مرحبا. تورتيجا أو تورتيا، تورتيجا. إذا سأقدم لكم المقادير. مثلا 5 بطاطس متوسطة أو كبيرة. إذا تقشر، تغسل، تقطع مربعات صغيرة. بعدما تقطع، إذا ستقلى في الزيت، كثيرا من الزيت ليس قليلا. وعندما تقلى، إذا نأخذها ونصفيها من الزيت. وكذلك البصل، بدون أن ننسى البصل، يتقلى، نقليه مع البطاطس. يا واحدة كبيرة أحسن، بالمذاق البصل أحسن. إذا تقلى في الزيت. وأنا هنا أشرح بأن هكذا لا نرمي باليدين، إذا نرمي بالملعقة الكبيرة التي من الأحسن كي لا تصل الزيت إلى اليدين. إذا عندما تقلى، في الأول نضع مغطاة لكي يصل إليها قليلا من البخار، وهكذا سوف تطهو قليلا، ثم ننزعها وندعها تطهو. إذا ثم نصفيها، نأخذها ونضعها في إناء لكي يتقطر منها الزيت، ونضيف لها 5 بيضات، 5 بيضات كاملة. نحرك البيض قليلا، نضع فيه شوية ملح، ومن بعد نحرك البطاطس بعدما تنشف من الزيت، إذا بعدما تبرد شوية قليلا. إذا نحركها مع البيض المخلط، ونضع نصف ملعقة صغيرة من الزيت في مقلاة، وتكون ساخنة المقلاة، ونضع الخليط. إذا عندما نريد أن نقلبها، سوف نقلبها بواحد صحن، والجوانب نأخذها هكذا قليلا، كلها هكذا إلى الداخل قليلا، لكي تكون دائرية. ونتركها تطهو قليلا في النار، نار قليلة ساخنة، لكن ليس كثيرا لكي لا تحترق. وهكذا دائما عندما نقلبها في المرة الأولى، يجب علينا أن نضع هكذا بالخشب، بالملعقة خشب، وهكذا. ولا يجب أن تكون النار جد لكي لا تحرقها. وهكذا تطهو ونقدمها. شكرا للمشاهدة، ومرحبا في قناتي. مع الكاتشب جميل جدا، لذيذة مع الكاتشب. شكرا للمشاهدة.